وبعدين خضر. تبلع لسانك وما تفتحش بقك. حاضر. ما انت السبب يا ابن ال... ما هي العيال دي مش بتهوش، دي عيال بتضرب نار بجد. ده انا شفت عيل معاه 9 مللي. استرجل يلا. انت عيل عويل. ماشي، طب واخرتها ايه طيب؟ الحمد لله مقسومة على اتنين. ربك عاملها كده حكمته. بس ما تتعودش على كده. حل نفسك. السبتي اخرتها تشغل معاك السبتي؟ جلب امك. طب كنت قول لي بدل ما نعرف من بره. وانت عرفت منين يا نصار؟ جيت لي في المنام. انجز يلا، مش كل مره هتسلم. يلا يلا انت كمان. يا نهار اسود. عدولة وربنا عدولة. يلا يا ابن الهبلة. يلا يلا. دايما بتسأل عليك وتقول نصار وحشني. لا يا عم، سكتها غير سكتها. احنا كده خلاص خالصين، تعادل واحد واحد. لا لي عندك حاجة ولا لك عندي حاجة. مش ناوي ترجع؟ مش ناوي. انت بقى مش ناوي تيجي؟ ما انت عارف ان انا كسلان، ما بروحش لحد وبكره المشاوير. اسمع الكلام يا خضر، المره دي ربنا سترها. محدش عارف المره الجايه هيحصل ايه. السكه دي اخرتها حاجه من الاتنين، يا الحبس يا الطرب. واحنا ربنا الحمد لله ما رفعش عندنا غطا الستر لحد دلوقتي. فرصه يا بني ادم اقفش فيها. واضح ان كلامها معشش في نفوخك. شلاه. مين؟ الحاجة حلو. وناوي على ايه؟ هتطلع عمرة ولا هتحوش وتطلع حج؟ يا سلام بقى لو في الاخر نبني لكم مقام، مقام الشيخ نصار وحرمه الحاجة حلو. ما تفوق يا لأ، فوق يا نصار. فوت فوت وتغيرت من ساعة ما قابلت الحاجة حلو. اخرتها معروفة كده كده هترجع. ليه بقى وجع القلب؟ القلب خلاص تعالج وغير شرايين. اخويا عقبالك يا ابن ابويا. مسيرك هتيجي ونجيب المليجي.